أهلا بكم. مصر تنتصر على ملاوي برباعية نظيفة في ملعب الشؤم، استاد الشؤم بتاع هزيمة أثيوبيا، في ماتش 99% منه البت بتشرب شاي، 1% بس للمباراة. تقدم وازدهار لقارة أفريقيا بأكملها. عموما يا جدعان، أحمد السيد زيزو لعب بجوار كل من محمد صلاح ومصطفى محمد ومرموش وطارق حامد، رجع لزيزو الابتسامة من جديد، رجع لزيزو الابتسامة من جديد. في فرق كبير ومرعب بين التيم اللي بيلعب فيه زيزو في الزمالك، تيم كارثي بكل المقاييس اللي ينسي أي حد الكرة، وتيم المنتخب اللي رجع له الرونق من جديد. جات من عند ربنا يا عم زيزو، وربنا حابب انه يغير المناخ الكارثي في الزمالك لو مؤقتا. حقيقه لابد الاعتراف بيها طارق حامد. طارق حامد حقيقه الامس واليوم وغدا ان طارق حامد افضل لاعب نموذجي رقم 6 في مصر وفي افريقيا. عشان كده بنقول لازم ندي الامام ومروان، لازم ندي الامام عاشور ومروان عطيه عشان يبقى عندنا طارق حامد من جديد وما نحسش بالفراغ. محمد صلاح، احب تفاؤل وحماس واقبال محمد صلاح، بيفكرني بالجماعه بتوع الجيم، بيفكرني بالجماعه بتوع الجيم. حقيقي كل خبر خير، كل خبر خير، كل مشكله وهتتحل بشرب شويه ميه ونفس عميق واتنين عاش وعلبه تونه، وهتسب لأي حد قالك مش هتوصل. محمد صلاح عنوان النجاح. روي فيتوريا، 5 ماتشات مع الفراعنة، 5 ماتشات مع الفراعنة، 3 ماتشات ودية منهم انتصار على بلجيكا و2 انتصار تاني و2 انتصار رسمي، 5 ماتشات ب5 انتصارات. سبحان الله، مدرب ان شاء الله هينقل الكرة المصرية في حتة تانية بمشيئة الرحمن، بينمي قدرات اللاعبين وبيطور أدائهم وبيطور مستواهم. روي فيتوريا، ثق بالوصول ما دمت تجاهد، ثق بالوصول ما دمت تجاهد يا روي فيتوريا. ان شاء الله باذن الله اول طريق النجاح هو تحدي الصعاب. ان شاء الله مصر على راس المجموعه بمشيئه الرحمن، وهتتاهل اول مجموعه الى امم افريقيا يناير 2024 بالكوت ديفوار بدل من يونيو 2023. مصر في الصداره ب9 بونت، يليها غينيا مركز ثاني بنفس الرصيد 9 بونت.